حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا فيه. أيضا تبدع في مشاهد هذا اليوم من خلال هذه العروض التي تقدمها في أقوى أشواط الحيل. أيضا خلاص المغيرة بدون أوامر 300 متر المغيرة الله يا شبل روح يا شبل روح وصلك الذهبي وصلت أوزان ووصلت أيضا البرقة على المركز الثالث المركز الرابع من تنطلق فيه إبداع أيضا من أجل الشحانية ولكن المغيرة قفلت هذا الشوط حسمت أمور الشوط المغيرة 100 متر الأخيرة طارت وللمرة الثانية تفوز بهذا الشوط الأول الرئيسي على التوالي سلام يا المغيرة سلام سلام يا المغيرة سلام تهانينا والناموس بدون أي أوامر وبدون أي تعليمات تصل إلى خط النهاية تهانينا والناموس أقلعت الزمول ولع الشوط ولع دخن الشوط دخن الشوط الله قب 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 هدير الزمول يا أخواني هدير الزمول انطلاقة الزمول هنا مع المركز الأول شباب انطلق إلى مقدمة الشوط فاز شباب الباز من الجانب الآخر لفاح لكن شباب حيو شباب حيو الباز اللحظات الأخيرة يعلن فوزه شباب المركز الأول في شوط الزمول الرئيسي تهانينا والناموس من أجل التحدي الله 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 وصال وصلت وصال بشعار هجن الشحنية بأول نداء تصل بالشعار الذهبي سالم بن فارن المري يتقدم بخبرة السنين غاد من أجل التحدي ولكن رسائل أشردت رسائل بشعار هجن الشحنية وشرد الشبل جابر بن سالم بن فارن المري رسالة طراقة وصال ورسالة ولكن رسالة هي الأغرب لتحقيق الإنجاز هي الأغرب لانتصار هناك اللحظات الأخيرة رسالة تحقق هذا الإنجاز تهانينا لهجن الشحانية ومحبي وعشاق هجن الشحانية وتهانينا للشبل جابر بن سالم بن فارن المري الزمول التاريخية الليلة لفان ينتزع المركز الأول خط لعبها صح بخالد لعبها صح الليلة في هذا الشوط الثاني للزمول الله لا يجار بخالد في الزمول أبدا على مستوى الخليج هو من قدم العديد من الزمول التاريخية التي ذهبت إلى إنتاج يوم الزبار واستفادوا منها الملاك والمنتجين هذا هو والمواطنين وأبناء الخليج والمقيمين لفون وانتظروا هذا الاسم في المهرجانات الكبرى ينتزع المركز الأول تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولمحمد بن خالد العطية المركز العربي الكبير على فوز العجلة حضور العجلة عرض العجلة في هذا الشوط تهنئة خاصة للمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية مشاغب المضمرين الذي قدمها في هذا الشوط وفازت العجلة في هذا الشوط وها هو خط النهاية أراه ويراه الجميع يرحب يقف احتراما تقديرا وإجلالا للعجلة مرحبا بالعجلة يقول مرحبا بالعجلة مرحبا بشعار العجلة مرحبا بقدومها هذه العجلة أرحب بها أيضا وأهنيها الناموس وأهني محمد بن خالد بن عبد الله العطية القائد للعجلة في هذا الشوط تهانينا والناموس
الشحانية نشان ومنصف، منصف ونشان، المشاغب والذهبي. هجر الشحانية في البداية، المشاغب في مقدمة هذا الشوط، يتابع منصف والذهبي، يتابع نشان، منصف ونشان. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، منصف مع البداية ما زال صامدا، نشان يحاول. هجر الشحانية تحتكر ناموس هذا الشوط، ولكن منصف مع البداية. المشاغب محمد بن خالد العطية يتابع منصف، والذهبي سالم بن فرح المري يتابع نشان، ولكن منصف، منصف، منصف حقق الإنجاز، انتصر بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمشاغب محمد بن خالد العطية، منصف من إنتاج هجن أم الزبار. تهانينا. بشعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران اللي يتابع لنا مدركة مع صدارة هذا الشوط. الله الله الله، جزلة مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية. الذهبي سالم بن فاران من أي العفريت تصل مع ثالث التحديات مع هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن مدركة، مدركة والأمتار الأخيرة، 200 متر النهائية. الله الله الله، مدركة، مدركة، مدركة يتسجل هذا الشوط باسم مدركة. سلام مدركة، سلام، سلام هجن الشحانية على هذا الأداء المتميز والرائع والنجومية الرائعة في هذه الأمسية التراثية. سلام لمدركة على هذا الأداء، ومشكور الشبل جابر بن سالم بن فاران الذي قدم لنا مدركة مع هذا الانطلاق. سلام يا مدركة، سلام. المركز الثاني وصل. المرمر مع ثاني المراكز بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. الناموس وين؟ الفوز وين؟ ما بين مناور، وهنا أيضا مشاهدين الأعزاء المرمر، المرمر ومناور، مناور والمرمر، هنا مشاهدين الأعزاء مناور مع الصدارة، مناور مع الناموس، مع الفوز والانتصار. ينطلق مناور بشعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. هنا الثيل، منطقة الثيل ترحب بقدوم مناور. تهانينا، تهانينا والناموس مشاهدين الأعزاء لهجن الشحانية على مناورات مناور وعلى هذا الفوز المميز. تهانينا للشبل جابر بن سالم بن فران المري. المركز الثاني وصل فيه المرمر لهجن الشحانية. ولكن ند، تابع ند، تتسلل ايضا ند في هذا الانطلاق. هجن الشحانية، الشبل، الشبل جابر بن سالم بن فاران، تابع هذا الاداء المتميز والجميل. ند من غيرت وانتقلت نحو الصدارة مع المركز الاول بالشعار الادعم مع الشبل جابر بن سالم بن فاران اللي تابع لنا ايضا انطلاقة ند في هذا المسار المتميز. المنصة الرئيسية مشاهدين الكرام وخط النهاية، هنا يرحب بحضور ند في هذا الانطلاق المتميز والجميل، ويرحب بشعار الأدعم الكبير أيضا في هذا الانطلاق المتميز. سلام، سلام يا ند، سلام، وسلام لهجن الشحانية، وسلام للشبل جابر بن سالم بن فاران اللي تابع لنا ند. أسعد الله مساك الشبل على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني. عتيم مع البداية، عتيم مع الحزام الأخضر، يريد أن يخطف هذا الناموس المميز. ينطلق في الصدارة، ينطلق مع الحزام الأخضر. هذا هو عتيم مشاهدين الأعزاء لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. يا سلام، يا سلام يا الشبل، يقدم لنا مشاهدي الأعزاء عتيم بناموس هذا الشوط. ينطلق إلى خط النهاية، إلى الفوز، إلى الانتصار. تهانينا، تهانينا من هذه اللحظات إلى هجن الشحانية على فوز عتيم بالمركز الأول واختطافه لناموس هذا الشوط. والتهنئة إلى الشبل جابر بن سالم بن فران المري، واستراحة المحارب بالأمتار الأخيرة وخط النهاية. مشاهدي الأعزاء، هنا نتابع عتيم يصل إلى خط النهاية. تهانينا والناموس المركز الثاني الصالم لهجن الغرافة المركز الثالث. ويا
مع الحزام الأخضر. هذه مشاهدين الأعزاء زيارة زارت الفوز، زارت الميدان، زارت هذا الناموس المميز. يا مرحبا بزيارة، تهانينا تهانينا والناموس لهجنة الشحانية على فوز زيارة بالمركز الأول، والتهنية إلى الذهبي أبو جابر سالم بن فران المري. تهانينا والناموس على فوز زيارة، ولكن المحاولات الأخيرة هنا نتابع مشاهدين الأعزاء القادمة. بوابة وزيارة، زيارة وبوابة، اللحظات الأخيرة، ولكن بوابة غيرت في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لهجنة الشحانية، والتهنئة إلى المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما المركز الثاني هنا مشاهدين الكرام، من يقدم لنا ولجات بعرضها المتميز، بعرضها الاستثنائي الجميل مع البداية. يا سلام يا ولجات، ولجات هناك بالكادر العلوي لحالها ترقص طرب، تهيمن على هذا الشوط، تسيطر على هذا الشوط. الشوط الثاني عشر يتسجل باسم ولجات. خلاص الشوط مع ولجات. سلام ولجات لهجن الشحانية، سلام للشعار الأدعم الكبير. ومشكور يا أبو جابر، مشكور يا أبو جابر، واسعد الله مساك على هذا الفوز وهذا الانتصار. التوقيت في خطر يا أبو جابر، التوقيت في خطر في هذا المساء. تهانينا والناموس على فوز والجات، تهانينا للهجن الشحانية، والتهنية لك يا الذهبي على محمد بن خالد العطية المشاغب، المشاغب اللي قدم لنا غاية. ولكن ثاني التحديات مهيلة اللي واصل مع ثاني التحديات، هجن الشحانية، الشبل جابر، بن سالم، بن فاران المركز الثالث، القدوم من الطامة، هجن الشحانية، الذهبي سالم، بن فاران المري. ولكن البداية غاية مع الصدارة، مع المشاغب محمد بن خالد العطية، أحد الشباب المتميزين في هذا العالم الساحر. الله يا غاية مع شوط الختام اللي غايتها الناموس، غايتها الانتصار. سلام هجن الشحانية، سلام غاية، سلام. مشكور المشاغب على هذا الأداء، ولله درك على هذا الفوز وهذا الانتصار. سلام هجن الشحانية، سلام. المركز الثاني وصلت